السلام عليكم. النهاردة هنعمل حواوشي بطريقة مختلفة شوية. احنا معتادين عن الحواوشي اللي بناكله برا، هو عبارة عن حواوشي عيش ومكونات بتاعته. احنا النهاردة هنضيف له حاجة جديدة، هنضيف له جبنة رومي مع الحواوشي وفلفل اخضر وبصل، وهنظبط الحواوشي بتاعنا ونبدأ مع بعض نعمل الحواوشي. انا بشر بصلتين صغيرين، هقلبهم على اللحمة مع اللحمة بتاعتي. حطيت البصلة، هبدأ أقلبها مع اللحمة بتاعتي، أعجنها كويس، قلبتهم تقليبة محترمة. هضيف شوية زعتر حضراتكم، معلقة زعتر كده. ليه هضيف الزعتر على اللحمة؟ أنا عامل حواوشي، طب ليه بضيف الزعتر؟ الزعتر ده هيديني طعم كأني باكل كفتة مشوية، هيديني طعم الشوي في اللحمة، هيديني ميكس حلو كده. عندي شوية توابل حواوشي على توابل اللحمة، مخلطهم على بعض، هحطهم شوية كده حضراتكم عشان برضو يدوني الطعم الحلو. هاخد شوية شطة حمراء خفيفة كده معايا، اهي شوية خفاف قوي كده، لان انا حاطط فلفل، دي شطة حمراء. عندي فلفل اسود برضو، هاخد شوية فلفل اسود كده، تمام. اصل ده حواوشي لازم اديله حقه، الحواوشي ياخد حقه يبقى مظبوط معايا. عندي جبنة رومي أنا بشرها بالمبشرة الناحية الناعمة حضراتكم، هتبقى حلوة أوي، هتسيح وهيبقى طعمها جميل، هتعجبكم جدا. أحط جبنة رومي كده وهعجنهم، هقلبهم مع اللحمة. عندي شوية فلفل حراق سبايسي، للي يحب حضراتكم يحط، اللي ما يحبش ما يحطش، ده اختياري. أنا بحط شوية اختياري عشان يدوا طعم للحواوشي حلو بس. وهبدأ بقى أقلبهم مع بعض، أعملهم خليط واحد. وعايز أقول لحضراتكم دايما اللحمة، يعني لما نعملها في البيت يكون عندي حتة لحمة سمينة كده، حتة اللحمة السمينة لو أفرمها معاها هتديني طعم للحواوشي، يعني اللحمة الحمراء خالص مش هتديني طعم. أديله حتة سمين كده أو حتة ليا صغيرة وأبشرها معاها أو أفرمها معاها وأقلبها، هتديني طعم حلو جدا للحواوشي. هنحط شوية ملح، شوية ملح، معلقة ملح كده صغيرة. نقلبهم بقى تاني كده. فتحت العيش حضراتكم كده وهبدأ أحشي اللحمة في العيش. لازم أدوس عليه كويس أوي كده عشان يبقى التسوية عندي واحدة، يعني أظبطه كده عشان العيش ما ينشفش مني، تمام كده اهو، كده حلو جدا كده. حضراتكم انا حشيت العيش وجهزته، وهبدا احطه في ورق زبده وبعدين ورق فويل وهدخله الفرن. هنعمل ايه بقى؟ قبل ما احطه في ورق الزبده انا جايب معايا شويه زيت وميه. ليه بعمل كده؟ عشان اخلي العيش طري ما ينشفش معايا في الفرن، بدهنه كده بشويه زيت وشويه ميه خفيفه على الوشين كده، ده عشان اطر العيش ويبقى معايا طري. هنلفه في ورق الزبده كده حضراتكم، هحطه في الفويل كده. بكده حضراتكم احنا خلصنا الحواوشي وهنبدأ بقى ندخله في الفرن. هنحط حضراتكم الحواوشي بتاعنا، نقفل الفرن شوية كده. نبدأ حضراتكم نطلع بقى، نبص على العيش الأول، نبص على الحواوشي بتاعنا كده حضراتكم. هنطلع نفتح الرغيف مع بعض. الله الله، بصوا حضراتكم بقى العيش مقرمش شكله تحفة ازاي. احنا كده خلصنا وصفة النهاردة الحواوشي، لا احنا عملناه في البلكونة، الجو الصيف الجميل ده، وبألف هنا وشفا مع تحيات عبد سعيد. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة .com.